تمثل دوريات كرة القدم في المناطق المحررة من سوريا فرصة مواتية من أجل خلق أجواء للتباري والمنافسة وتمضية بعض الوقت في ظل أجواء القصف والدمار والحروب، مما يدل ذلك على إصرار استكمال الحياة وإيجاد فسحة أمل للتخفيف عن الشعب، حيث بدأت معظم المناطق المحررة في سوريا على العمل والبدء بدوريات ضمن ملاعب منها السداسية ومنها كبيرة حسب الإمكانيات. بداية بوجه شكر لاتحاد الرياضي الحر يلي دعم هالدورة هي، دعم هذا الشيء. بداية نحن كنا عم نلعب على ملاعب صغيرة، فما كان في رياضة، عبارة عن تسلاي. هلا شايفين في تنظيم، في كادر فني، في كادر إداري، بشكل عم نشتغل بشكل مجموعة كاملة. صار في مين من برا يرشدنا شو بنساوي بالداخل. نحن كان ناقصنا العمل التنظيمي، اشتغلنا عليه الحمد لله. وهلا بداية كبداية الدورة يعني الامور لساتها شوي صعبة، بما انه اللعيبة صار لها 5 سنين بعد عن الملعب الكبير، والحكام كذلك الامر صار لها 5 سنين ما حكمت، ففي شوية صعوبات، اما كبداية بحس نقول انه جيدة كثير يعني. على الرغم من ان الدوري قد واجه الكثير من الازمات مثل كوادر التحكيم ذوي الخبرات والمواصلات وتأمين لباس وغيرها، فقد تعتبر هذه اللعبة هي الأشهر عالميا والأكبر جماهيريا، فعلى الرغم من القصف والدمار والحرب ما زال الكثير من الشباب في الداخل السوري يمارسون هذه اللعبة وكأنها جزءا من أنفسهم.